انا هاي حوشي ايوه هون بيجي بضربنا ببرامير نحن عالم. هون في مره كبيره عمرها 70 سنه مريضه، هاي اول شغله. ثاني شغله نحن عم نطفش من من منه اخيو عم بيجي بلحقنا على محلات عم بضربنا نحن ببراميل، نحن عالم اولاد في اطفال في نسوان عم بضربنا ببراميل، نحن ارهابيين، هو الارهابي اللي جاب لنا الارهابيين من الشيعة العلوية هدول النجوس ومن ايران ومن حزب الشيطان ومن حزب القرود اخيو المثل حكيته الخاينين العلوية اللي عبد عم داعش هو اخيو عم بيجي على العالم لايوه هلا عنا نحن ايش اقرب لنا بيوتنا ايش ايش تساوي؟ عم بقتل اولاد ايش الذنبون اولاد؟ عم برضعوا ايش الذنبون؟ ساطيبه لو بيت اول لو بيت اول يا اهل السلام يا اهل الامم ولك حس بهالشعب اللي عم تربي حالها بطريق الباب والله العظيم حرام حرام خاف والله حرام تعجبوا الشعب ومعاناته عم تقطعوا شهر ويديهم عم تصيروا قبابي عم تصيروا العالم السلام عليكم اشكي ابريل الله اشكي ابريل الله